بوجاتي ديفو. ربما يرى البعض أنه ليس من المنطق شراء سيارة بتكلفة عدة منازل، والأغرب هو وصول تكلفة سيارة إلى 5.5 مليون دولار، ولكن عند النظر إلى تلك السيارة الفريدة بوجاتي ديفو وتعرف على مزاياها فسوف يتلاشى الذهول فورا. تم عرض بوجاتي ديفو لأول مرة في نهاية أسبوع السيارات بمونتيري عام 2018. السيارة مزودة بمحرك W16 بسعة 8 لترات مع 4 توربينات. قدرة المحرك 1500 حصان وعزم الدوران 1600 نيوتن للمتر. في الأساس السيارة هي نموذج مطور من السيارة بوجاتي شيرون الخارقة، والتي تم تعديلها مرارا وتكرارا، حيث أضيف إلى وزن السيارة 90 كيلوغرام إضافية لزيادة القوة الدافعة السفلية في السرعات العالية. كما قام المهندسون بتطوير نظام التعليق وزيادة تحدب العجلات ليحصلوا على سيارة تنطلق بسرعة قصوى 380 كيلومتر في الساعة، أي أسرع من السيارة شيرون بمقدار 8 ثواني وأسرع بمقدار 3 ثواني من السيارة شيرون سبورت. تم إصدار 40 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، وهو الأمر الذي يفسر سعر السيارة المرتفع نسبياً. بوجاتي لا فواتير نوار. سنويا ينتظر عشاق السيارات من جميع أنحاء العالم انطلاق معرض جنيف الدولي للسيارات، وهذا العام أثبتت شركة بوجاتي أنها قادرة على إذهال الجميع مرة أخرى، حيث تم عرض السيارة بوجاتي لا فواتير نوار الجديدة والمذهلة والمتاحة للشراء بسعر 18 مليون دولار، وقد تم بيعها بالفعل، حيث صنعت السيارة بوجاتي لا فواتير نوار في نسخة واحدة فقط وبيعت على الفور، في حين لم يتم الكشف عن هوية المشتري. ولكن وفقا لرئيس الشركة فإن مالك السيارة هو عاشق متحمس لبوجاتي. كان المصدر الرئيسي لإلهام مصمم السيارة الجديدة هو سيارة بوجاتي SC Atlantic 57، وهي السيارة الشخصية لجون بوجاتي المصمم الموهوب ونجل مالك الشركة. خلال الحرب العالمية الثانية اختفت تلك السيارة دون أن تترك أي أثر، وكان لقبها لافواتير نوار، أي السيارة السوداء بالفرنسية. لذا ليس من المستغرب أن تكون السيارة المعروضة في جنيف سوداء اللون أيضا. تم تخصيص السيارة بوجاتي لافواتير نوار للاحتفال بمرور 110 عام على تأسيس الشركة وبيوم ميلاد جون بوجاتي 110 أيضا. تم تجهيز السيارة بمحرك كوت توربو W16 سعة 8 لترات، ويعمل بقوة 1500 حصان وبعزم دوران 1600 نيوتن للمتر، بالإضافة إلى 6 أنابيب للعدم. مكلارين P1 GTR. عرضت السيارة مكلارين P1 GTR لأول مرة في أغسطس من عام 2014، وفيما بعد تحديدا في مارس من العام التالي قدمت النسخة النهائية في جنيف. تبلغ قوة محرك السيارة 1000 حصان وسعة المحرك V8 3.8 لتر، بالإضافة إلى محرك كهربائي في الوحدة اليسرى. عمل المصممون على منح السيارة مظهرا قويا، ولم تصدر الشركة المصنعة سوى سلسلة صغيرة من مكلارين P1 GTR حوالي 45 نسخة فقط. في المقام الأول السيارة مخصصة لمضامير السباقات، ولكنها أصبحت فيما بعد متاحة للشراء بسعر 3,400,000 دولار. جدير بالذكر أن السعر شامل استشارة الخبراء في التدريب على القيادة باستخدام جهاز محاكي لسباقات مكلارين، وكذلك المشاركة في 6 منافسات سباق دولية. Rolls-Royce Sweeptail.
تم عرض النسخة الوحيدة من السيارة رولز رويس ويبتيل في عام 2017 بمسابقة إليغانس فيلاديستا، وقد صممت السيارة بناء على طلب شخصي لتجمع بين يخت السباق وسيارة رولز رويس من عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي. وبطبيعة الحال لم يتم الكشف عن اسم العميل، ولكن يقال أن المالك هو من هواة شراء السيارات واليخوت الفارهة باهظة الثمن، وأنه قد اشترى السيارة رولز رويس بسعر 13 مليون دولار. يتميز تصميم السيارة بميزتين أساسيتين تميزانها عن السيارات الأخرى. تتمثل الميزة الأولى في اللوحة الأمامية في المقصورة، حيث لا يوجد عمليا أزرار أو مقابض فيها. كذلك ففي لوحة التحكم المركزية توجد مقصورة تبريد لتخزين المشروبات، ويقع قرص الساعة بين انحرافات نظام تكييف الهواء، وهي مصنوعة من خشب الأبانوس والسهام مصبوبة من التيتانيوم. صالون السيارة مزين أيضا بخشب الأبانوس، والمقاعد مغطاة بالجلد الطبيعي، والسقف زجاجي بالكامل. وعلى الرغم من زيادة طول جسم السيارة، إلا أن قاعدة العجلات بها بنفس حجمها في السيارة رولز رويس فانتوم كوبي. السيارة مزودة أيضا بمحرك V12 بقدرة 459 حصان وعزم دوران 720 نيوتن للمتر. لامبورغيني فينينو. أصدرت سلسلة محدودة من السيارة لامبورغيني فينينو في عام 2013، حيث يوجد خمس نسخ فقط منها على مستوى العالم. ثلاثة منها فقط عرضت للبيع، وعلى الرغم من سعرها الذي يقدر بحوالي 4 ملايين دولار، إلا أنه قد تم بيع السيارات الثلاث حتى قبل العرض الأول. اتخذت السيارة اسمها من اسم الثور العدواني فينينو، والذي أنهى حياة مصارع الثيران خوسيه سانشيز رودريغيز خلال مصارعة للثيران إسبانية في عام 1914. وقد صممت للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة. في وقت البيع كانت السيارة لامبورغيني فينينو هي أغلى سيارة في العالم بهيكل مصنوع من ألياف الكربون، وهي تحتوي على عدد كبير من مجمعات الهواء والتي تعطي السيارة مظهرا فريدا من نوعه. التصميم مستوحى في الأساس من السيارة لامبورغيني أفنتادور، ولكن السيارة فينينو أقل في الوزن بمقدار 125 كيلوغرام. تم تزويد السيارة بمحرك V12 بسعة 6 لترات، وتم تطوير نظام العادم وتحسين الديناميكا الهوائية لتصل قدرة المحرك إلى 750 حصان، مع أقصى سرعة انطلاق تصل إلى 355 كيلومتر في الساعة. مايباخ إكسيلرو. على الرغم من إطلاقها في العام 2005، إلا أنه من الصعب عدم إدراج السيارة مايباخ إكسيلرو المدهشة على قائمة أغلى السيارات في العالم، والتي قد تم بيعها بسعر 8 ملايين دولار. تم تطوير السيارة بالتعاون مع الشركة المصنعة لإطارات فولدا. التصميم في الأساس مستوحى من السيارة مايباخ 57. لتشطيب المقصورة الداخلية استخدم الجلد الطبيعي والنيوبرين والألومنيوم وألياف الكربون الطبيعية. كما عمل المصنع على رسم خطوط ظلية تتسم بالجرأة لإعطاء السيارة مظهرا عصريا. المقصورة مصممة لشخصين فقط، وتحت غطاء السيارة تم تركيب محرك V12 بسعة 6 لترات وبقدرة 700 حصان. السيارة بإمكانها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثواني ونصف فقط، في حين تبلغ سرعتها القصوى 351 كيلومتر في الساعة. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من السيارات التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في قيادتها في يوم من الأيام. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.